هشام، للأسف وصلنا لفقرتنا الأخيرة بحلقة اليوم. مبسوطين فيك. أكيد، وأنا كمان كتير مبسوط بأسئلتك وكتير مبسوط بال. يا حبيب القلب. جوزت بعمر 39 سنة ودخلت القفص الذهبي. مظبوط. ما زال ذهبي أم تغير لونه؟ لك هو أنا لما يعني تعرفت على مرتي قلت خلص هيدي هي. كنت عايش يعني تا 37 سنة قبل ما اختبط. يعني 37 سنة بالنسبة للشاب ما يرتبط ارتباط يدخل على القفص الذهبي كتير معوق يعني بنظر المجتمع. ايه. فأنا يعني لما إجا نصيبي خلص صابني. هي في مثل بيقول فرشة العرس بتكون أول شيء عالية بترجع بتخفص. هلأ بالنسبة ضل القفص الذهبي، هو القفص الذهبي بتكمل مع تطور هيدي المؤسسة 100%. يعني ما بين انك تتجوز، ما بين انك كيف تتأمن بيت وترجع تأنجب، وترجع بعد ما تأنجب تعلم أولادك ويربوا قدام عيونك وترجع تعملهم هيدي البروغريس تبعهم. فهيدي اللي بتصير الذهب تبع الحياة. فبتبلش بذهب هي الارتباط، وبترجع بتضل ذهب مع إكمال هيدي المسيرة، وتصير يعني مبسوط بالشيء اللي عم بتأسسه. شو حلو. هشام عم تحكي عن القفص الذهبي وهيك عندك شغف وحب، بس انت تأخرت شوي لتتزوج، شو السبب؟ السبب اول شيء عادة اللي بتجوز ايه بكون عايش عن بيت اهله عم اهله. ايه، وبقول انا بدي انه يعني بالضروري ارتبط اطلع من بيت اهلي. بيناتنا كنت خايف من الزواج؟ ما هو انا لاني نزلت على الجامعه بكير من الضيعه على بيروت، ودرست تمثيل بقلب بيروت، فكنت عايش سنجل. اوكي. فاوريدي كنت يعني مستقر انا وحالي، ويجوا رفقاتي لعندي وندرس سوا ونضر سوا ونتعشى سوا يعني. فما كانت فكره الارتباط عندي ما كتير بعيد شوي. فترافقت هيدي الفكره وصارت صعوبه عندي ارتبط. يعني ما صارت كتير بعيدة. حتى كمان كان حلم حقق حدا من رفقاتنا بالتمثيل، اللي أنا حلمي شوفك مرتبط يعني متجوز. يعني صار حلم الواحد من رفقاتي أنه هشام يتجوز، فكنت شوي صعبة. فلما تعرفت على مرتي يعني هي اللي خلتني أخذ هذا القرار وشوف حياتي أنه أنا رح أكمل معها. شو حلو. فهيدا هو القرار، وعن جد بيجي من عند الله. دفاعك عن المرأة ومشاركتك بحملات العنف ضد المرأة إجا من بعد زواجك أم هي عقيدة كانت؟ عقيدة من أنا وعمري 5 سنين. شو السبب؟ ما في وبتحس أنه في عن جد قوانين هي يعني ما كتير عم تساعدها؟ يعني أنا إخواتي البنات أكبر مني، يعني عندي 4 إخوة بنات أكبر. فاخواتي يعني تربيت بين ايديهم، عرفت كيف؟ ف كثير عندي هيدي الحنيه للاخت. اوكي. وبحب ماما كثير، الحنيه للام. حلو. وبحب الانثى كثير، الحنيه للانثى، الحنيه للمراه. يعني هيدي العنصر اللذيذ الجميل تروح تعنفه؟ مينك انت تتعنفه؟ شو هال يعني بتكون رجال يعني؟ فغير موجودة معتقدة الرأي رفع الأصبع على الأنثى. وأي واحد بيكون بيحاول كأنه لفظياً ولا جسدياً وكأنه فكرياً هيدا بيكون نزله منحط وسافل على الأد كمان. ما في مجال عن جد، لأنه بيكون منه رجال. صحيح. هشام، بالنسبة لهشام مصدر الثقة عندك مين؟ مصدر الثقة من أين؟ لا، مصدر الثقة لشو؟ مصدر الثقة. الثقة يعني مصدر الأمل، مصدر التفاؤل. هو إيمانك يعني إيمان ليه؟ شخص، هو مش إيمان يعني شخص. شخص يكون كان بي الله يرحمه. الله يرحمه. بي كان ملهم يعني، عرفت كيف؟ وأنا كتير يعني بحب دائما أقول مطرح ما انت ان شاء الله تكون فخور فيه. يعني دائما بعمل كل شيء على يد يعني عاد يكون انه مبسوط منه. الله يرحمه. بعده مصدر
أمل فينا نقول لألك؟ لك بالحياة في كتير إشياء. هلأ مش عم بتفلسف، وإن شاء الله أكون ما عم بتفلسف بالمقابلة كلها، في كتير إشياء بتعطيك قوة. يعني كتير بتعطيك قوة. مثل؟ بإشياء بالحياة، يعني إذا بتشوف البلد ضابط بتعطيك قوة، إذا بتشوف الأمن ضابط بيعطيك قوة، إذا بتشوف الوضع الاقتصادي ضابط بيعطيك قوة، إذا مرتاحة جايبتك بتعطيك قوة، إذا مرتاح بالبيت بلا مشاكل بتعطيك قوة، إذا مش عايز شفقة الموتير يعطيك ساعتين كهرباء بالبيت بيعطيك قوة. يعني كل العوامل اللي موجودة في يعني حواليك مخربة، فبتصير القوة شخصية، يعني نامت بتجيبها من عند الله، عرفت كيف؟ فهي قديش بتكون قوي قديش المحيط تبعك مادك بهيدي الطاقة. صدقني هي طاقة. طيب بهيدا المحيط تبعنا حاليا شو أكتر شيء بيخوف هشام؟ بيخوف عم نحكي عن القوة، بدنا نحكي شوي عن الخوف. بتصدق بهيدي الفترة أنا بذكر كنت عم صور بسوريا بأول أزمة بمسلسل في حضرة الغياب مع ممثل فراس إبراهيم. بيجي واحد من حلب على الشام وكان في صاير في حادثة على طريق حلب، فكل سوريا مزعزعة لأنه من معودين على عدم الأمن. وكل يعني وقتها تعلمت إنه شو معنات أمان. طب أنا ما في أمان عندي، ما بعرف إذا بروح برجع، ما بعرف إذا أنا عم عبي بنزين بولع، ما بعرف إذا بنتي بالبيت طلعت حرارتها بقدر جيب لها دواء. كل هيدي العوامل، ما بعرف إذا رحت على المستشفى بيستقبلوني. يعني هيدي العوامل ما بتخلي الواحد مرتاح. هلأ عم بحكيك يعني غير مستقر، ما في أمان، ما في راحة، ما في قوة، ما في شيء. بصير إذا بدك تعتمد على الأشياء المؤقتة والبنج المؤقت، هيدي مش يعني مش حلول، يعني مش حلول. هشام شو في لحظات حزينة ما بتنساها أثرت فيك؟ يعني من ممكن نحن بنمر على لحظات أوقات بتغيرنا 180 درجة. أكيد. شو اللحظات اللي غيرت فيك؟ يعني هذه بسموها turning point. زبدك يعني لك في اشياء في يعني في لحظات مؤلمه وفي لحظات مفرحه، اثنيناتهم اوقات بياثروا فيك. يعني ما تفكر انه الخبر المحزن هو ولا الشيء المحزن بياثر بالشخص. يمكن المؤلمه هي موت بيي كثير عملت في، يعني كان ساكن معي فترة من الفترات وأنا اللي اكتشفت هيدا الشيء بوقتها، يعني هيدي أثرت فيه كتير. المفرحة يلي بذكر وقت قدمت ترمينال شهادة، كان بعد الحرب، كانت تنعطى إفادات إنه أنت ناجح، فوقتها حظي إجا الرسمي يعني لازم أقدم امتحان. فبذكر هيدي اللحظات يعني يلي زاعت فيه النتيجة. ما كان عندي راديو ولا كان عندي تليفون بالجبل، ودقوا لابن جيراننا وأنا وجاي لابن جيراننا، قال دقوا لك وطلعت لك أنت يعني هيدي الصورة الفرح، وصرت وزع بوزة للشباب وخبريات يعني بهيدي اللحظة كانت قمة الفرح. النجاح شغلة شو حلو. هشام في صفات بشخصنا ما كثير منحبها بحالنا. شو الصفات اللي انت بس بعد 5 ثواني بروق؟ عصبي ومدافع عن المرأة. كيف؟ لا عصبي ككاركتير كشخصية بدافع عنها بعصبية. بتدافع عنها بعصبية يعني بعصبية بلحظة بروق يعني بلحظة بتعصب. يعني انا اللي بيعرفني انه بعيط بعيد الانفعال بعد ينطرني 3 ثواني ونص بروق. هيدي ما بتحبها. شو اللي بتحبه بحالك؟ صفة يا عصبي. ما بحكم على الأشخاص. ما بتحكم على هيدا أكبر غلط. يعني كيف بدي أقول لك؟ يعني مثلا قدام العالم كله بيقولوا هيدا الشخص محتال. أنا ما بحكم عليه، بس هو كل العالم بيحتال عليك.
هو ما كون انا اكلها ضرب مني، بس انه بحاول ما بحاول انه ما اجرحه اذا قلت له انت محتال. فانا كتير يعني هيدي حلوه ومش حلوه. على هالحاله صار عندك اخطاء كتير بالحياه كتير. تتمنى تغيرها ترجع مثلا؟ صارت وتعلمت منها، وتعلمت منها ورجعت وقعت فيها. الحياه ضروري تغلط تتستمر، ضروري يعني يصير معك بكوسة بالحياة حتى تتعلم منه. يعني قلت لك يا قبل، عيش عيش عيش. طيب حكينا عن المسرح، حكينا عن التلفزيون، حكينا عن الحياة الفنية اللي بتخص هشام، حدا بيحب الأدوار المركبة والأدوار الصعبة. بالحياة الطبيعية هو حدا عصبي، عرفنا بمطرح. لا شو بمطرح بدك تضيف لنا؟ سريع 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 الانفعال. شو حياتك الطبيعية؟ خبرنا عنه شوي. الحياة الطبيعية نورمال، يعني مطرح في بروح على الجامعة بعلم. أيه. مطرح ريسنتلي كنت عم بعطي اكتيفيتيز بمدرسة، حد بيتي بعطي، برجع على البيت بموت بولادي. في الصبح هيدا اهم شيء، عندي ركوة القهوة والصبح قبل ما حياة هادية. هادي هادي هادي. بالليل بحاول ابعد شوي من يعني الستريس اللي عم نعيشه. الستريس اللي عم نعيشه 100%. بروح انا ورفقاتي بنلعب ورق، بنتسلى، عرفت كيف؟ قبل كنا نحضر سينما، بطل في سينما هلا. لا خلال هدول اللحظات هشام اللي بنعيشهم عم تعيشهم بيومك، في لحظات ممكن تسرقك من شغلك بتفضلهم عن الشغل كهوايه مثلا؟ في ليك بحب يعني لما اروح فتره يعني شوف رفقاتي، يعني هيدي العب ورق انا وياهم. ضروريه لكل شخص ما يكون يعني ما يضل بمطرح واحد، ضروري ينفس المطرح. عرفت كيف؟ يعني حتى ما يعني ضغط الحياة يضل بمطرح واحد وتخليك تكون ستريس أكتر. لا لا، مع الواحد يكون في هيدا هيدا المتنفس. يمكن المتنفس يكون أنا سائبت هلا لأنه ما فينا نروح على مطارح نلعب دق ورق، أما نشوف نحن الشباب يمكن المطارح تروح دق طبلة، المطارح تروح تعزف، المطارح تروح تصرخ بالجبل، المطارح تروح تعمل يوغا. يعني تشتتت الانواع والهدف واحد، يعني اي اللي بتلاقي ترتاح فيه تروح تعمل هيدا المنفس تبعك روح. بعد في طموح عندك ما وصلت له؟ شو الطموح؟ انا طموحي بعد ما حققته بلشت. يمكن صدقني ما بعرف انا، يعني كيف بدي اقول لك اليوم اليوم هلا مثلا جاي انت عم تسالني اسئله عن قبل، والله العظيم نسيها، يعني ناسي انه انا عامل هول، يعني مفتكر حالي هلا هلا مبلش. وكل يوم عندي هيدا الاحساس، انا اليوم يعني امبارح خلص صار راح، اليوم انا عندك طموح. عندي طموح لبكره كل دقيقه. انا هودي اللي سالتني عنهم عم يمكن تفلسفت شوي. شو حلو. بس هودي ماتوا بالنسبه لي، راحوا رصيد اوكي، بس هيدي ما لا اعول عليها انا، يعني انا اعول على اللحظه. لحظه انا شو بدي اعمل لبكره؟ طيب. فاكيد طموحي بكره وين نشوفك؟ بكره انا دق لك انا يعني وين حنشوف هشام قريبا؟ انا بمطرح بالمطرح يلي بقدر ينفتح لي فيه وبقدر ينعطاني الثقه بمط فيه. ممكن يعني سوري على التعبير كسر صخور. ايه بس تجيني هالفرص. في عمل قريبا رح نشوفك فيه هشام؟ هلا انا مثل ما قلت لك انا يمكن يعني بين السفر وما بين السفر المؤقت وما بين ارجع حاليا. هلا موقف. اوكي. يعني اخر عمل صورته هو ضيف بمسلسل صالون زهره. وانا عم درس وخبريات، بس في تحضير يعني في كيف تحضير لمشاريع بدي اعملها برا كأفكار. فان شاء الله ينفتح لي الفرصه برا تحقق كل شيء بدي اياه. يعني ان شاء الله نحن بنتمنى لك التوفيق كتي في، نتمنى لك كجمهور، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا. وانا انا بعتذر مسبقا اذا كانت افكاري بمطارح. بالعكس. تكون فلسفيه، افكار صحيحه مش فلسفيه، فلسفيه ولا عدم واقعيه ولا الجمهور انه يكون اذى منا. انا بعتذر أبداً مسبقا. ابدا. ومرسي لك ومرسي لكل المشاهدين اللي يعني حضروا واستمتعوا بالحلقه.
انبسطنا فيك قد الدنيا. شكرا لك. تروح وترجع بالسلامة، خليني اقول لك ترجع بالسلامة. لا دائما عندي اياها. انت خسارة للبلد اذا بتطلع منها. شكرا كثير لك. ميرسي. شكرا.